50 البسامي يلعب التمريره وصلت الى جول، فرصه الهدف الاول ليجور، سلام خاطئ والخضاري ليجور يا جول. 3 دقائق و54 ثانية ويأتي الهدف الاول لليرموك. ايجور اخطا ولكن الخضاري اعاد للكره وسجلها طويل. عبد الرحمن لعب التمرير العوضي يا الكولونيل العوضي بالكعب يسجل هدف التعادل، هدف جميل جدا للعوضي كولونيل الكويت امام شباك فريق السابق بالكعب، لعبها في شباك ماجيكي يسجل هدف التعادل وتصبح النتيجة حاليا بهدف للكويت وهدف خافي تركها لنجيب، نجيب يلعب هذه يا قذيفة صاروخية في شباك الكويت. عبد الرحمن تبريره خاطئة للبسام، ايغور امام اكثر من لاعب من لاعبي نادي الكويت، ايغور يلعب تمريره مميزه للبسام، البسام للخضاري يخلصها الخضاري يا سلام جول جول الثالث لليرموك، هذه المره من مساعد الخضاري بعد تمريره كانت من عبد العزيز البسام مساعد حاول مرور في الكرة الأخيرة أخطأ افتكت الكرة وصلت للطويل، الطويل في التسديد يا سلام جول جول الثاني لعبد الرحمن الطويل وللكويت، المارشال يغلص الفارق ويسجل الهدف الثاني للكويت وتصبح النتيجة بثلاثة أهداف لليرموك وهدفين للكويت. افتك الكرة الأخيرة الوادي لعب تمريرة مع الطويل تقدم سدد وسجل الهدف بالطويل الوادي فرانكلين والسرنجاري والعباسي واليرموك يدافع بالاخضر يا جول قذيفة الايطالي امام فرانكلين المحترف البرازيلي لنادي الكويت، تاتي الصافره من سعد العنزي فرانكلين يسجل فرانكلين يسجل فرانكلين وتصبح حاليا بركله خافي وعبد الله حيات الاسباني خافي يتغدى في هذه الكره خافي يسدد ويسجل وتصبح النتيجه بالتعادل. صاحب السبع بطولات دوري امام تسديد هذه الركله الترجيحيه الثانيه للكويت، الوادي يسجل الوادي وتصبح بركلتين حاليا لمصلحه الكويت وركله للصلاه مع السيد ككاو الخضاري وعبد الله حيات مساعد يسجل الخضاري سجل في اللقاء وسجل من ركله ترجيحيه وركلتين ناجحتين لنارته للكويت. السرنجاري واحمد جابر في حراسه المرمى، السرنجاري يسجل السرنجاري وتصبح حاليا في حراسة مرمى الكويت مع نجيب خالد ونجيب يتغدى في هذه الكرة نجيب خالد يتصدى لركلة ترجيح وركلتين لليرموك، الركلة الترجيحية الرابعة المارشال يتغدى في هذه الكرة الطويل يسجل الرابعة الطويل تصبح حاليا أربعة أهداف لو سجلها نستكمل الركلة الترجيحية الخامسة للكويت ولو أضاعها الكويت في النهائي. العراب يتغدى في هذه الكرة حمد حياة يسجل العراب ويعطي الأمل لليرموك فريق الكويت للنهائي لملاقاة نادي العربي في النهائي يوم الأربعاء القادم المسبحي وأحمد جابر المسبحي الكويت في النهائي مبروك للكويت.